معلش حبيبي حقك عليا جوعتك. لا يا ابني كان الله في عونك، كفاية انك واقف على رجليك طول النهار في الشغل وبعدين تيجي من الشغل على المطبخ عشان تعمل لي لقمة كلها. ما انا عندي اغلى منك، اعمل لك بقى شوية كبدة اسكندراني تاكلهم وننزل نجوزك على طول. مش لما نجوزك انت الاول؟ هتجوز هنروح فين يعني؟ بسم الله. قول لي عامل ايه في العمارة اللي في ايدك؟ والله حاجة شغلانة زي الفل وقرفتها زي العسل، منك بس راضي عني. والناس صحاب الشغل حلوين قوي زي الفل. ادوني عربون 2000 جنيه استفدت معاهم بقى، لازم افك الشغل بتاع الكهرباء العويل اللي كان قبلي ده. حتة ود ولا عنده ضمير ولا يفهم في الشغل، ما اتكهربش في باريزة قبل كده. والله العظيم. بس هنعمل ايه بقى؟ هو مش تربية لسه جميل الكهرباء؟ انت بتجاملني يعني؟ ربنا يبارك فيك يا ابني ويرزقك. الو عامله ايه؟ انت اللي عامله ايه؟ وحشتيني. على ميعادنا طب. انت ناوي تزوغي ولا ايه؟ لا انا قاعد بتعشى مع الحاج وشويه غنيت. ماشي يلا مع السلامه. ايه؟ انت خارج؟ انت يعني مش سامع؟ عليك يا راجل. اه مش سامع، ما انت عارف اني خارج. ربنا يهنيك يا ابني. وحاج بقالي امتى؟ تصبر بس على ابنك، الصبر جميل يا عم جميل. انت عارف انك بيحب يتأنى. ليه؟ خير البر عاجله. اذا كانت حلوه وعجباك وشبهنا كده يعني، يلا اتكل على الله وربنا يوفقك. حاضر يا باشا، حاضر. حاضر يا كبرنا. تشرب شاي؟ اشرب شاي بس كده. خلص اكل واعمل لنا الشاي. مش دلوقتي يعني؟ ايوه. ماشي. الشاي الاخضر يا مدام. ثانك يو يا سالي. تأمريني بحاجه قبل ما امشي؟ لا يا حبيبتي. انت فيكي ايه من دول؟ متغيره كده و... فيكي حاجه؟ Are you in love؟ لا لوف ايه بس، مفيش الكلام ده. انت هتتكسفي ولا ايه؟ وبعدين حتى لو ان يور ان لاف مش هتعرفي تخبي. You'll show and you can't hide it. You're glowing. ايه؟ ايه glowing دي؟ انا بقالي 5 سنين انا اول مره اسمعها. glowing يا سالي، يعني you're shining، تلمعي. بلمع؟ حبيبتي من جوه طالع على بره. بص حضرتك زي ما انت عارفه انا من منطقه شعبيه، والناس اللي زيك بيعرفوا احوال الناس من غير ما يشوفوهم. احنا عندنا بنقول عليهم تقولوا عليهم ايه؟ بنقول عليهم مخاويين. يا شيخه طيب روحي اعطيني المحفظه. اتفضل. ثانك يو. خدي دول. ايه دول يا هان؟ دول كادو مني عشان انا I love people who are in love. شكرا يا هان، والله مغرقاني بكرمك. بقول لك ايه، our life is short okay. هنقابل ناس كتير وهنعرف ناس كتير، بس مش هنحب ناس كتير. So if you're in love ومخليكي مبسوطة ومش على بعضك كده يعني، امسكي فيه. اوكي؟ حاضر حاضر امسك فيه. تأمريني بحاجة قبل ما امشي؟ صباح على خير يا مدام. جود نايت حبيبتي، اشوفك بكرة. جود نايت. Hehehehe
ايه سلامته الوحش؟ اسكت يا اخويا، دي بقت حاره لا فيها نخوه ولا جدعانه. وبعدين بقى فيله القيمه دي؟ ربنا يستر علينا، انا مش صعبان عليا في الليله دي كلها غير البت عسليه مبطوطه في النجاسه اوانطه. تسلم الايادة كبير. عفوا عليك. عسل. شكرا. تحب شطة؟ ها؟ لا أنا من غير شطة. بص بقى ست، زي ما بقول لك أنا راجل كسيب وصنعتي مكفية وأقدر منها أفتح بيت. طب وأنا مالي؟ طب بقول لك يا بنت، أنا عايز أعيش معاك. تعيش معايا إزاي يعني؟ أعيش معاك إزاي إيه؟ عايزك حلال يا بنت. إيه؟ كده السكوت علامة الرضا؟ حسن، في حاجات كتير لازم تعرفها عشان نبقى على بياض من الأول. أنا عايشة مع فتون أختي الكبيرة ولوحدينا، زي ما أنت عارف أنا بخدم عند مدام سهى بقالي 5 سنين في الفيلا، بس أنا معايا إعدادية. تعرف إن أنا كنت جايبة مجموعة 98؟ كنت الأولى على المنطقة كلها. كان نفسي أبقى دكتورة، دكتورة كبد، عشان أعالج أبويا وأمي الله يرحمهم. بس اختي فتون بقى الله يسامح خرجتني من المدرسه وقالت ان انا لازم اشتغل واصرف على نفسي عشان هي مش عايزه تصرف عليا، وحقها. الواحد ما بياخدش من الدنيا غير نصيب. بس تعرف يا حسن، لو سمعتني وانا بتكلم انجليزي والله لا تقول عليا دكتوره. اصل مدام سهى وابنها ما بيتكلموش غير انجليزي، وانا كان لازم اجاريهم. تعرف ان هي بتقول عليا ان انا اشطر واحده شافتها في حياتها؟ تتجوزيني ولا لا؟ حسن، في حاجة مهمة أنا ما ينفعش أخبيها عنك. مالك حسن يا فيه؟ أنا والله العظيم عمري ما عملت الغلط، بس فتون. أنا يهمك، أنا ما يهمنيش غيرك، مش عايز في الدنيا دي كلها حد غيرك. أنت بتاعتي، هتشوفي. ايه ده؟